عشاق الأصالة، طبتم وطاب مساكم بكل خير في أشواطي هذا المساء في انطلاقاتي سن الإذاع في سن الإبداع في يومي السوع بالنسبة في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة في ميدان المرموم، وهذا هو ختامي تمهيدي المرموم في انطلاقاته مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم التي تأتي سنويا، وهذا الاندفاع في هذا الانطلاق في هذا الميدان تحفة الميادين. انطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته الشوط التاسع في أشواط مساء هذا اليوم ليحمل الابكار المحليات الاصائل وتندفع فيه الاسماء العملاقه والجميله. نبحر في عمق الميدان، نسير مع دانات الاصاله تتصدرهن وتقودهن على مقدمه الشوط. تتصدر القائمة في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهايري الشايبة على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز تأتينا فيه وتندفع كذلك اللي هي العشوش الشاهينية اللي في المركز الأول. بنعود إلى الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن ثعيلب الهايري اللي تقود المسار، بينما تليها في المركز الثاني وتتقدم في ثاني المراكز العشوش لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان يقودها في التضمير، وصلت إلى المركز الثالث وغيرت إلى المركز الثاني اللي هي غرام لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان، يضمرها يمع بن عتيج الرميثي المركز الرابع، وصلت له في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي، وهي سمحة اللي تندفع، بينما المركز الخامس تدخلت فيه وانطلقت فيه الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم العرطي الحميري، والمركز السادس هذه اللي هي مزنة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان يضمرها، بينما المركز السابع شوف الدخول والتقدم في هذه اللحظة من زعفرانه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الثامن، شوف اللي تدخلت ودخولها قوي للغاية وملفت للنظر، هذه شهد لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان يضمرها، قايد فيلق الجبيه محمد بن غريب بن راشد الكتبي المركز التاسع، تاسع المراكز وصلت في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز العاشر الشاهينية من هجن العاصفة ويضمرها غياث الهلالي. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى مشاهدين العزاء في هذا المساء وفي ملتقى المرموم في تمهيدي المرموم وختامي تمهيدي المرموم في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات في هذا التجمع الكبير في الفترة الصباحية بهجن أبناء القبائل، وفي الفترة المسائية هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الملتقى في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع الجميل والملتقى الرائع في بداية هذا الموسم. هذا المهرجان وهذا الكرنفال اللي تعودوا عليه المضمرين والملاك في هذا الميدان في هذا الموسم في هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين، تشكيلة رباعية جميلة ما بين المربع الذهبي على شاشة دبي ريسنج عبد الله وادي يا سلام مخرجنا تابع في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. شوف التنافس الشيق والجميل، وقادة الشوط تقدم قدمت في هذه اللحظة غرام لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان، يمع بن عتيج بن كسل الرميثي يتقدم بو خليفة كذلك في عملية التضمير، ولكن شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع سمحة مسري بن سالم العرطي الخبير بو حمد خبير في التضمير، يا سلام ووصلت في المركز الثالث اللي تنافسهن الشاهينية او زعفرانة هذه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها، اللي هو خليفة بن سلطان بن رشيد عاشق
السلالة الشاهينية، يلا يا الهايري يلا يا الهايري الشاهينية. في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عبد الله بن ثعيلب الهايري يتولى عملية تضميرها. المركز الخامس عندك يا ابو احمد، الخامسة مشاهدينا متابعي الكرام الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي المتمرس كذلك يتواجد. ووصلت في هذه اللحظات وتحركت، تحركت شهد شهد لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد الانهيام، محمد بن غريب بن راشد الاكتبي يضمرها. ولكن خلاص خلاص عودتنا مع الثلاث، مع الثلاث المراكز، الثلاث المراكز اللي بهنزان اللقى يوم وصلا عند كيلو الامتحان ولعت ما بينه النار اللظى، سمعت فيه انصاح صوت الخيزران. الثلاث اللي بهنزان اللقى يا سلام، شوف 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 اللي مسيطر زعفرانه، زعفرانه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يتابع تضميرها خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثاني تقدمت سمحة، انطلقت سمحة، تحركت سمحة، سمحة 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 لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد، وغرام لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد. يا سلام، وسمحة سمحة انطلقت، راح ابو حمد راح مسري بالعرثي الحميري، الله على المركز الأول، على الانطلاق الأول. سمحة سمحة صدرت عليها الأوامر وانطلقت بالمقدمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة وتضمير مسري بن سالم بالعرطي. عادت زعفرانة مرة ثانية للتنافس، ولكن خلاص خلاص تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية موصولة كذلك لابو حمد مسري بن سالم بالعرطي الحميري على هذا الفوز والناموس وفوز سمحة. في المركز الأول زعفرانة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي غرام لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان الشاهينية من هجن العاصفة، حلت في المركز الرابع. والمركز الخامس هذه شهد لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان. هكذا النتيجة للخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق، من ثم العودة مع مخرجنا إلى التوقيت الزمني. 7:37 جزء واحد من الثانية. سمحة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا وتهانينا مسري بن سالم بالحرطي. المركز الثاني توقيته 7:37 وتسعة أجزاء من الثانية اللي هي زعفرانة، زعفرانة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث 7:38 وتسعة أجزاء من الثانية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومضمرها اللي هو يمعى بن عتيج الرميثي، حلت في المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس. هكذا تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام.